انا كمان يهمني، وحضرتك عارف استاذ جمال ان الروح المعنويه والحالات الخاصه الايجابيه اللي بره الملعب ليها تاثير كبير جدا. طبعا انا وجهه نظري انا يعني مش بس عشان انا مش تكنيكال في الكوره يعني، لكن انا وجهه نظري واعتقد في خبراء في كره القدم كتير جدا بيتكلموا في جزئيه قوه الاداء والروح. ما هو احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول ان اللي بيفرق فريق عن فريق الروح بتاعته ومدى تلاحمه مع المدير الفني بتاعه والاداره بتاعته. صحيح. لانه هي القصه مش قصه ناس بتلعب كوره وخلاص، ما انت ممكن تؤدي اللي انت عايزه بهدوء شديد او ببرود شديد او بلا مبالاة بالظبط، فبالتالي ما بيجيبش النتيجة. صحيح. اللي احنا شايفينه انه ما بقاش في ثغرات كتير في اداء بين الخطوط في النادي الاهلي، ما فيش مسافات. يعني تشعر يا كابتن هاني انه لا، الناس دي بتشتغل عمل جماعي فعلا، ما فيش حتة انه هو بيلعب الكرة وخلاص وملوش دعوة. لا، ممكن جدا تلاقي لاعب مش في مركزه لكن بياخد كرة، بيستلم، بيسلم. الكلام ده كله انا بشوف انه اهم ما يميز النادي الاهلي. يعني ممكن لما تيجي تتكلم عن كرة القدم او مواهب كرة القدم هتلاقي في فرق تانية عندها لعيبة كويسة جدا، لكن لما بيخرجوا من الاهلي بيروحوا بيبقوا ادائهم فين؟ يعني في لعيبه كتير كانت في النادي الاهلي اول ما بتغادر النادي الاهلي انا بشوف ان هم بيتوهوا. يعني ما فيش عمل جماعي توصل. هي المنظومه نفسها بتفرق، الرابط نفسه. صحيح. المنظومه نفسها مش موجوده، الكيمياء عنده بتتلخبط. الكيمياء بتروح خالص. دي مهمه قوي، التركيبات الكيميائيه مع خط، ما هو متعود على اللعب خط دفاع معين، خط وسط معين، او خط مجموعه هجوميه معينه، هي معادله بتختلف. واخد بالك؟ حتى على المستوى، حتى على المستوى الاداري انا بشوف انه وجهة نظر اللاعب في الإدارة بتاعته أو إحساسه بالارتياح للإدارة بتاعته إنها ما بتتأخرش عنه، بدليل إنه مثلا ممكن ما تلاقيش الإدارة في الأهلي بتتكلم كتير عن فريق الكورة. يعني هم حاطين سيستم معين، مفيش طبعا مجلس اداره بيدير من فوق، لكن بالزبط. اي مشاكل عن طريق القناه الشرعيه، سيد عبد الحفيظ هو المسؤول، بلا تدخلات مباشرة طبعا. وده الشيء الجميل اللي احنا بنقول ان هو بيميز. لكن بالنسبة للمباراة النهائية برضو احب بس اقول حاجة سريعة جدا، ان المباراة النهائية فعلا صعبة قوي، لان هي مباراة واحدة زي ما قال استاذ سامي وحضرتك اتفقت معاه، مش مباراتين ذهاب واياب، وبالتالي محتاجة تركيز تام سواء في الاستفادة من الفرص اللي بيجيلك او اضاعة او قتل كل المحاولات الهجومية ولا مجال للخطأ. يعني احنا شفنا مباراة الوداد اللي هي العودة، تحس انه انت كسبان 3-0 وحلو جدا ومسيطر جدا، انما في لحظة انت ريحت فيها او فقدت التركيز فجي فيك هدف. طبعا طبيعي في كرة القدم، وارد اكيد. لكن طبيعي. انت بتتكلم على البيرفكت، انك لازم تحافظ على تركيزك لان المباراة النهائية ما فيهاش، يعني خلاص ما فيهاش. يمكن في المباراة دي وارد جدا انت كسبان هناك 2-0 وهنا 3-0، اما يجي الموضوع كان منتهي يعني، مش قضية. لكن انت في مباريات نهائية بقى اللي هي مباراة واحدة دي اللي احنا محتاجين لها، او موسيماني محتاج ان هو يركز تماما مع اللعيبه فيها، وكل لعيب يعني يفهم دوره ايه كويس قوي، لان هما هيبقوا 90 دقيقه يساووا بطوله كبرى الجماهير الحمراء بتنتظرها منذ سنوات.